بشرت خير والله وهلت والبركة في البيت حلت والبركة في البيت حلت الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعايات بالصبر ما تعب وهتهون ومشاكله معانا اسحلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل السيدات وكل الآنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في المعدة بالذات زي ما تعودنا يتجدد معكم اللقاء، لأتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات، نقدم كل ما هو جديد ومفيد وسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد. لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد، هنا وهنا بس في بشرة خير على شاشة الصحة والجمال هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد ان ده اكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على ارقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة، ويمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS حيث نقوم بتجمعها والإجابة عليها في الحلقات التالية، ويمكنكم التواصل عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك وإرسال الرسائل حيث نقوم باختيار بعضها للإجابة عليها في الحلقة التالية، وسنبدأ قبل أن تداهمنا الاتصالات بإجابة بعض هذه الرسائل التي وصلت لصفحة البرنامج. أنا كنت متابع مع حضرتك، وقفت العلاج بعد ما عملت منظار وطمنتني مفيش مشكلة، ظهرت مشكلة عند زوجي والعلاج هيطول، وقفت كل حاجة، وزني زاد جدا، ممكن استمر على السلوفاج ولا هيكون في ضرر؟ ولأن زوجي عمل عملية دوالي، عمل المنظار بقالي سنة، هل احتاج منظار تاني ولا ده مش ممكن؟ أنا خايف أعملها تاني، وكل ما حد يتعالج التاني بيكون محتاج علاج. هو دي المشكلة الحقيقة لما بيبقى الزوجين عندهم مشاكل، احنا دايما بنحب ان يبقى في حد من الطرفين هو اللي عنده مشكلة، ما يبقوش الطرفين عندهم مشكلة، حتى لو الطرفين مشكلة عند كل واحد منهم مشكلة بسيطة، لكن دايما عدم التوافق في العلاج زي ما حضرتك بتقولي كده، نظبط واحد يكون التاني في الفترة دي حالته مش كويسة، نظبط ده يكون التاني في مشاكل، فبيبقى من الصعب ان نضبطهم الاتنين سوا. الحالات الاسهل لو ناحيه واحده اللي فيها مشكله سواء الزوج او الزوجه، حتى لو المشكله كانت اقصى شويه، لكن حضراتكم يجب تبداوا العلاج سوا، يجب تستمروا على العلاج، يجب تستمروا على المتابعه عشان نصل لاحسن نتائج في حاله زي كده. معنا اتصال تليفوني. منى اتفضلي. الو، السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا كان عندي بطانه رحم مهاجره. ايوه يا فندم. وبعدين عملت منظار، كان عندي كيس عنده على المبيض اليمين 2 سنتي وكيس على المبيض الشمال 5 سنتي. وبعدين الدكتور قال لي لازم اعمل منظار. تمام. بس فعملت المنظار وزلت الاكياس، وبعد كده الدكتور اداني زي منشطات وحاجات زي كده، فالاكياس رجعت يعني تاني. بعد عملت العملية في شهر 7، اداني حقن منع الحمل في شهر 9 لحد شهر 9، وبعد كده بدأ يديني منشطات وحاجات زي كده، بس فما حصلش حمل. ورحت في شهر 2 اعمل متابعة تاني، لقيت ان الاكياس رجعت تاني، واحد على المبيض 3 سنتي وواحد على المبيض 6 سنتي. حضرتك بتتكلمي، هل دواء العلاج ايه؟ وبعدين الدكتور اداني دواء جديد اللي هو اسمه فيزان، اللي هو العلاج بتاعت الرحم المهاجرة ده، عايز اعرف دون بيودي الاكياس ولا دون بيعالج الاعراض بس. حاضر. طبعا الناس اللي عندهم اكياس دمويه، اللي عندهم اكياس شوكولاته، اللي عندهم الدرجه المتقدمه من مرض البطانه المهاجره، احتماليه حدوث الحمل بصوره طبيعيه بدون لجوء للحقن المجهري احتماليه قليله وقليله جدا. وحضرتك قلتي انك خدتي حقن لمنع الحمل بعد العمليه، ودي واحد من انواع العلاج التهبيطي، لكنها واحد من اضعف العلاجات التهبيطيه، وفي علاجات تهبيطيه اقوى من كده بكتير، وكان يجب اللجوء ليها لمنع ارتجاع الاكياس. نمره 2، اخذ المنشطات بتزود ارتجاع الاكياس، ويجب الحذر الشديد في الناس اللي كان عندهم اكياس دمويه من ارتجاع الاكياس، ودايما الستات بيبقوا حابين انهم يحملوا بعيدا عن الحقن المجهري، زي ما تكون اللي هتحمل بدون حقن مجهري دي هيدوها جايزه. لكن ويفضلوا لما نقول لهم ان الامثل هو الاقصر انك تعملوا حقن مجهري، يبقوا متضايقين ومتضررين جدا.
بيبقى هو ده التمن، ان انا لما اخد منشطات بترجع الاكياس. اما بالنسبه للدواء اللي حضرتك تفضلتي وقمتي بالدعايه له ولشركته وذكرتي اسمه على الملأ، فهو الحقيقه تتحدث عنه السيدات وتتحدث عنه السيدات المصابات بهذا المرض في المنتديات طبعا من ورا كلام الدكاتره على ان هو سحر وان ده اللي الست هتاخده هتشفى. هذا العلاج وباعتراف الشركة بتاعته وعلى موقع الشركة بتاعته هو علاج لأعراض المرض وللألم المصاحب للمرض ولألم الحوض المزمن وبعض الحالات البسيطة اللي تستمر على الدواء ده لفترات طويلة قد وقد لا تصغر الأكياس حجما، يعني الكيس اللي حجمه 3 سنتي يبقى 2.5 سنتي بعد سنة من استخدام العلاج. هو على سبيل المثال عشان نبقى واضحين كده، الاكياس هيمنع انها تزيد شويه، لكن مفيش علاج سحر هاخده يذهب الاكياس، رغما عن اللي دكاتره النساء بيقولوه. طبعا علاج الاكياس الدمويه هو منظار، كثير من الاطباء لا يجدون عمل المنظار، بيحاولوا يدوروا على اي دواء عشان لما تروح لهم مريضه وهو مش متخصص في المناظير فيقول لها بصي خدي الدواء ده الاكياس هتروح. لم يوجد ولن يوجد في القريب العاجل مثل هذا السحر اللي الست تاخده فتروح الاكياس الدمويه. ومهما كان قوه وكفاءه العلاجات فبمجرد ايقافها بترجع الاكياس كما كانت، وبل بالعكس اكثر نشاطا واكثر حجما. كان من المفترض ان حد يقول لحضرتك شفط الاكياس دي لو حجمهم كبير روحي اعملي حقن مجهري عشان اذا حملتي هذا يوقف نشاط المرض، وهذا كان العلاج الامثل. والدواء اللي حضرتك بتاخديه لو ما كانش عندك الم فلا فائده منه، ولو كان عندك الم سيفيد في الالم ولا علاقه له بالاكياس لا حجما ولا نشاطا ولا ارتجاعا ولا بفرص حدوث الحمل. هذا هو القول الفصل في هذا الدواء. معنا اتصال تليفوني اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور عادل. يا فندم. طيب حضرتك في مشكله عند بنتي، هي عمرها 22 سنه. ايوه. متزوجه بقى لها سنتين ونص. أيوة. وبدت ان هي تاخد عندها تكيسات على المدة بسيطه جدا. اخذت 6 شهور الاولانيه منشطات، وبعد كده ما حصلش حمل. بعد كده الدكتور كاتب لها ان هي تعمل التلقيح الصناعي، وقبل ما تعمل التلقيح الصناعي عمل صراحه الاشعه بالصبغه، ولما عمل الاشعه بالصبغه حملت مره كان الحمل ضعيف تقريبا رقمه 36، والتاني شهر بعديه حملت برضه حمل ضعيف بس انا مش فاكره قد ايه. وعلى طول هي تقريبا حضرتك هي بتاخد على طول منشطات وبعدين بتريح شويه، بعدين عمل بعد كده الحقن المجهري مرتين، وكان اول مره يعني اللي هي كان كويس جدا، اللي انا اعرفه ان هو كان كويس قوي. وتاني مره اللي هي ترجيع الاجنه برضه كانت كويسه وبرضه ما حصلش حمل. وبعدين رجعت تاني ريحت، وبعدين 3 شهور حضرتك عملت تلقيح صناعي، والشهر ده الدكتوره قال لا ريحي. فطبعا هي البيريود لحد دلوقتي يعني متاخره عليها ما جاتلهاش، وحاسه طبعا بالمها. وبعدين مش عارفين يعني هنا عمليه، هي صغيره وجسمها حتى مش تخينه ولا حاجه، فانا مش عارف حضرتك يعني ممكن تعمل ايه تاني، يعني عارف حضرتك يعني ايه اللي ممكن تعمله تاني. بس حضرتك بتحكي لي اكنك بتحكي عن حاجه عجيبه وان انا المفروض استغرب، وبتقولي لي ما قيل لكم من كلام. هو التكيسات اللي درجتها بسيطه. حضرتك ممكن تعلي صوتك، انا مش سامعه. لا حضرتك ممكن قوي. تسمعيني من التلفزيون. التكيسات اللي درجتها بسيطه جدا، حضرتك بتنقلي لي كلام الدكاتره، ها؟ بتاخر الدوره زي ما هي متاخره عليها شهرتها. التكيسات اللي درجتها بسيطه جدا منعها من الحمل سنتين. التكيسات اللي درجتها بسيطة جدا وصلتها انها تعمل حقن مجهري ومع ذلك لم يصلح. تكيس المبايض يا فندم بيتحكم عليه بتحليل هرمونات، وتكيس المبايض اللي يمنع السيدة بانها تحمل سنتين فهو محكوم عليه، وده واحد من المعايير اللي بتقول ان تكيس المبايض ده درجته شديدة. والست دي حملت طبيعي بدون اللجوء للتلقيح الصناعي وبدون اللجوء للحقن المجهري، لكن حملها بيجهض لان عندها تكيسات اللي حضرتك بتوصفيها انها بسيطه جدا، واللي حضرتك بتقولي لي دي كمان رفيعه جدا. طب انا بقى عايز اجاوب حضرتك بعده اجابات. ان تكيس المبايض خلل هرموني لا يشخص الا بتحليل هرمونات، ولا يبنى قرار على درجته الا بتحليل هرمونات. نمره 2، ان تكيس المبايض عندما يصيب النحيفات فهو مرض اكثر ضراوه واكثر قسوه واكثر شده واقصى واصعب في علاجه وفرص نجاح
حدوث الحمل معه أقل، فهي الدرجات الأقصى عندما يصيب النحيفات وليست بسيطة جدا. تمام؟ والنحيفات والممتلئات المتكيسات عندهم امتلاء في منطقة أسفل البطن، وما لم يعالج التكيس جيدا ففرص حدوث الحمل هتبقى قليلة، مهما قيل إن الست عندها تبويض وإن البويضات دي حجمها كويس، ومهما قيل وقت الحقن المجهري إن عدد البويضات كويس، ومهما قيل إن إحنا سحبنا بويضات من الدرجة الأولى، ومهما قيل إن إحنا حطينا أجنة من الدرجة الكذا، فكل ما يقولوه صحيح، لكنهم بيحكموا على قدرة هذه البويضة على إنها تخصب وهي خصبت في المعمل عندهم، لكنها لا يحكموا على فرص حدوث الحمل وفرص استمراريته نتيجة لسوء البيئة الهرمونية التي تربط داخلها هذه البويضة نتيجة لعدم ضبط الخلل الهرموني اللي سبب تكيس المبايض اللي درجته بسيطة جدا. وتكيس المبايض اللي درجته بسيطة لو آمنا بهذا ومنع الحمل منع تام سنتين فليس الحل هو اللجوء للحقن المجهري. من قال بهذا هو دكتور متخصص في الحقن المجهري، فلو راحت لحد متخصص في تأخر الحمل هيبقى له رأي آخر، ولو راحت لحد متخصص في المناظير هيبقى له آراء أخرى قد تفيدها وتساعدها على أنها تحمل حمل طبيعي وبصورة طبيعية وفرصها في ذلك جيدة بإذن الله تعالى. كل السيدات وكل الآنسات، فاصل وبعد الفاصل نواصل. بشرة خير. الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعايات، الصبر ما تعبه هتهون ومشاكله معانا اسهل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، عادت إليكم ومعكم وبكم بشرة خير، شايلها الطير تنور ليل لقلب عليل بيحلم من زمن بطفل جميل. لكل من أكثرت في الليل من الدعوات وابتهلت لرب السماوات أن يهبها طفل جديد من البنين أو من البنات، هنا دائما الموعد وهنا دائما اللقاء وبشرة خير. بنفس الوتيرة بتاعت عندها تكيس مبايض بدرجة بسيطة جدا، عندنا رسالة: أنا لم أعاني من أي التهابات، عندما ذهبت للطبيب أجرى فحص بالسونار المهبلي قال لي في نسبة تكيس بسيطة، بصوا اللي جاية، وقال لي أوقف دواء السيدوفاج لأن بقالي 7 شهور باخده. واحد بيقول لها عندك مرض بس أوقفي الدواء بتاعه، وكتب لي مضاد حيوي قال لي في التهاب في الرحم، هل يمكن كشف الالتهاب عن طريق السونار المهبلي؟ الإجابة لا. فعلا أوقف السيدوفاج؟ الإجابة لا. اعمل ايه؟ الاجابه الذهاب لطبيب. طيب انا متزوجه من سنه واربع شهور، قمت بالمنظار من عام لازاله بطانه مهاجره بس ما خدتش بعدها علاج هرموني، لم يحدث حمل بعد المنظار بسنه، قررت اعمل حقن مجهري، هنزل عايز اعرف من حضرتك احجز قبلها بقد ايه، كم التكلفه للحقن المجهري؟ حضرتك ممكن تتواصلي مع العياده مباشره عشان نفهم حضرتك ايه اللي هيتم. انا كان عندي كيس على المبيض، عملت سونار بعد نزول البيريود باسبوع ما لقيتش الكيس اختفى، والدكتور بيقول لي ده كان كيس وظيفي ونزل مع البيريود، كتب لي حبوب زيسروسين لا علاقه لها بالموضوع ولا فائده ولا ضرر منها، لبوس مش عارف ايه، وقال لي عندي التهاب في الرحم بناء على السونار المهبلي، لا يمكن كشف الالتهابات بالسونار المهبلي، بقالي سنه لم يحدث حمل، عندي نسبه تكيس بسيطه على المبيض الشمال، ممكن التهاب الرحم يؤخر الحمل، لا يوجد التهاب رحم يشخص بالسونار المهبلي، بالنسبه للعلاج كده صح ولا لا؟ حضرتك مفيش حاجه اسمها تكيس بسيط، في تكيس مبايض، مفيش حاجة اسمها على المبيض الشمال، تكيس المبايض يصيب المبيضين، ده خلل في الهرمونات، حضرتك محتاجة تروحي لطبيب متخصص في تأخر الحمل. يقول كلام حقا. معانا اتصال تليفوني آخر. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا دكتور، أنا حملت 3 مرات وأبهضت في الأول الأسبوع السابع. أيوة. النبض بيقف، فالدكتور قال لي هعمل لك جميع التحاليل الخاصة بالإبهاض، المناعة والفيروسات وكله، طلعت سليمة. ممنوعة من تحاليل الفيروسات دي يا فندم، اتمنعت من الطب من 20 سنة وليست سبب للإجهاض، وأيام ما كانت مكتوبة في كتب الطب إنها سبب للإجهاض ما كانش مكتوب إنها سبب للإجهاض المتكرر، وهذه التحاليل يجب أن تمحى وتلغى وتحرق تماما. ففي الحمل الثالث كنت عامله حقن مجهري، والدكتور ما جمد لي اجنه، فقال لي ممكن الاجنه ديت ايه عايز نحللها وكده عشان ممكن يطلع الجينات الوراثيه فيها حاجه،
فهل ده صحيح ولا لا يا دكتور؟ اه صحيح، ده سبب من اسباب الاجهاضات. يعني هو ممكن يكون السبب عشان انا كل تحاليلي سليمه وتحليل الزوج سليمه، هذا ممكن يكون ده السبب. هذا ما قالوه لك وليس بالاكيد هو الصحيح، ان كل تحاليلك سليمه، لان انا كل يوم بشوف تحاليل تصرخ بالمشاكل، بتنطق كده والناس قايلين لها ان ما عندكيش حاجه. لكن حضرتك بس عشان يبقى السؤال محدد، هل واحد من الاسباب للاجهاضات في الشهور الاولى هو خلل كروموزومي في الجنين؟ الاجابه نعم. هل ده يكتشف بتحاليل الكروموزومات للام؟ الاجابه احيانا. هل يكتشف بتحاليل الكروموزومات للاب؟ الاجابه احيانا. هل ممكن يبقى تحليل الكروموزومات عند الاثنين طبيعيين ويحدث هذا الخلل؟ الاجابه احيانا. هل هذا سبب مشهور للاجهاض المتكرر؟ الاجابه لا. هل يمكن اكتشاف ده؟ الاجابه نعم. هل يمكن علاجه؟ الاجابه لا. ادي ملخص الموضوع كله. انا متزوجة عندي 20 سنة، ولدت من 4 شهور، والدورة متلخبطة، بعد الولادة بتيجي كل 40 يوم. ماذا يعني اذا كنت حضرتك بترضعي فالرضاعة قد تكون سببا لهذا؟ الى دكتور المهارة يا سيدي، ربنا يخليك. رد تجاوب سؤالي على الفيس حيث وقت البرنامج لم يسمح اجابه كل الاسئلة. ادينا بنجاوب السؤال بتاع حضرتك. حامل في الاسبوع 5، لان الصفحة انا لا ادرها ولا اطلع عليها غالبا، يعني ذلك يوم 14/3 كانت النتيجة لهذا 4850. هل هذا الرقم جيد مع اني اجهضت مرتين بسبب عدم وجود النبض في الاسبوع 8؟ كان الرقم 3500 وذلك منذ 4 سنوات. هو المفروض بس عشان نقدر نجاوب حضرتك التحليل ده جيد ولا لا، نعرف اول يوم في اخر دورة، ملهاش علاقة بمدة الحمل اللي حضرتك بتقوليه. في الاسبوع 5 او نهاية الرابع، ماذا افعل هذه المرة ليتم الله علي بخير، وماذا تنصحني؟ اولا مفيش نصايح تتقال للست عندها اجهاض متكرر بمجرد حدوث الحمل، فمجرد حدوث الحمل، فالحمل لو كويس هيكمل، والحمل لو مش كويس مش هيكمل، مهما كانت مهارة الطبيب ومهما كانت الادوية. علاجات حالات الاجهاض المتكرر يجب ان تتم قبل الحمل وليس اثناؤه. اما بالنسبه لمستوى الهرمون ده، فمستوى الهرمون ده قد يكون جيدا وقد يكون ليس مثاليا، عشان نحكم على ده عايزين نعرف اول يوم في اخر دوره. معانا اتصال تليفوني اخر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا شروق، اتفضلي. انا يا دكتور منتظره بقالي 5 سنين، عندي 24 سنه، حصل لي اجهاض قبل كده مرتين، حصل اول اجهاض في 45 يوم، والاجهاض الثاني حصل على في اول الشهر 3. الدكتور قال لي النبض، الجنين ما فيهوش نبض. ايوه. كنت باخد هيبارين اللي هو 5000 وحده. دلوقتي عملت تحليل ضغوطات الدم، نسبته 43.5. ايوه. دلوقتي يا دكتور لما الفيليوم تيجي نقط يعني بتنقط، رحت للدكتور قال لي كتب لي على منشط وعلى بروجيست. فما خدتش المنصب لان انا زوجي مش موجود، مسافر. رحت للدكتور تاني، هو كان قال لي عندك تكيسات. رحت للدكتور تاني عمل لي سونار، قال لي عندك كيس وظيفي على المبيض 3.5 سم، وعملت تحاليل التي اس اس 7.30، ايوه، والاس اس اس 6.8، والال اتش 3.4، والبيولاكتين 14.30. دلوقتي يا دكتور هو قاعد هتبت على السيدوفاز، وقال لي الهرمون بتاع الغده عالي، هتاخدي الالتروكسين. هل انا اخد الالتروكسين دلوقتي على الريق ولا ايه؟ ايوه تاخديه على الريق. طيب معانا رساله برضو طويله قوي، الاخت شيماء، عمري 28 سنه، ما صار حمل بحاجه للاستشاره، متزوجه من 2 و4 شهور، الدوره لا تنزل لوحدها، بتاخر بال3 شهور، لازم اخد دوفاستون عشان تنزل، جربت حبوب منع الحمل، رحت للدكتور قالت لي عندك تكيس، ورحت للدكتور تاني طلب مني اول حاجه ان اوزن نفسي، كان وزني زايد وكان متمركز في منطقه البطن، طلب عمل رجيم مع عودة الجلوكوفاج، خسيت حوالي 10 كيلو بس منطقه البطن ما خستش ومش هتخس لا في حضرتك ولا في اي متكيسه، وطلب مني 4 ابر وكبرت بويضتين، واخدت ابرة تفجير ومسار حمل، رحت لدكتور اخر قال لازم منظار التكيس اللي عندك درجته جديدة. طبعا الحكم على التكيس ان درجته جديدة بمجرد ان بيحصلش حمل لمدة 2 سنين
واكتر، وان الدوره بتاخر بشهرين او ثلاثه. فعلا دي من المعايير اللي بتقول التكيس ده درجته شديده وقد تحتاج الى عمل منظار، لكن الحكم المثالي ليس لي ولكن لمتابع حضرتك. لكن هذه الحاله قد تحتاج لعمل منظار فعلا، لكن فقد الوزن شيء اساسي، لان بدون فقد وزن مفيش علاج هيفيد. مهما كانت الست اللي عندها تكيس مبيض نحيفه جدا وحد قال لها ان درجه التكيس بسيطه جدا، ده فبالاجدى مش كده، لازم فقد للوزن. معانا اتصال تليفوني اخر. الو. ايوه يا فندم. الدكتور معايا؟ ايوه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا يا دكتور يعني كنت لي 11 سنه ما حصلش حمل. كويس. رحت تبع الدكتور راح خسسني. ايوه. فلما خسيت وبديت راح حصل حمل، بس لي 3 مرات عم سقط بعد الشهر الثاني ما يوصلش غزل للجنين ما يزيدش على الشهرين. ايوه. فرحنا اخذنا عينه من الجنين وسفرناها القاهره لحد طلعت ما فيهاش حاجه. ما يا فندم ده تحليل لا قيمه له، لا قيمه له، وما كانش متوقع ان يطلع فيه حاجه، وهذا التحليل لا يفيد. تحليل انسجه الجنين اللي بيحصل له اجهاض لا يفيد. هيجي لكم التحليل بيقول ده جنين بس، ادي الجمله اللي هيقولها. طيب يا دكتور، طب يعني مش عارفه، طب انا هنسال الدكتور يروح يقول لي هي النواجل مش كويسه بتاعت الجنين. يا استاذه ثواني بس كده، حضرتك الدوره كانت مش منتظمه. مش منتظمه الاول. انا عارف، وما كانش بيحصل حمل. كويس، خسيتي، الدوره انتظمت، خسيتي، التبويض اتحسن، خسيتي، حصل حمل، انتهى باجهاض. خسي اكتر هيحصل حمل كويس، بس ادي الموضوع. يعني نخس اكتر من دي؟ تمام، واضح التسلسل المشكله ببساطة قوي. هو القصة عند حضرتك كده وعند الأغلب كمان، يعني بدون الدخول في تفاصيل، زي برضو بالظبط الاس ام اس أو الرسالة اللي جت لنا على صفحة البرنامج دي. عبير من لبنان، من حوالي أسبوعين بعت لحضرتك رسالة إني متزوجة من 11 سنة وعملت حقن مجهري من 6 شهور وحصل إجهاض بعد 23 يوم، وحضرتك قلت لي إن عندي تكيس مبيض وقد يكون بسبب إن أنا لم آخد جلوكوفاج حصل إجهاض. أنا الآن بفضل الله حملت بدون علاج وأريد أن آخد الجلوكوفاج. هو الحقيقة هذا الدواء يفيد، بس يفيد اللي كانوا بياخدوه قبل الحمل، اللي ما كانتش بتاخده قبل الحمل وحملت بقى وهبتدي اخده لا طائل من ورائه. هو العلاجات بتاعه حالات الاجهاضات اللي في الاسابيع الاولى يجب ان يكون العلاج قبل حدوث الحمل وليس اثناء الحمل. اللي خدت علاج قبل الحمل وتستمر عليه ده مجدي، اللي بتبتدي علاج لاول مره بعد ما ثبت انها حامل ده غير مجدي. طيب انا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا دكتور عندي جنب الرحم كيس ما بعرف شو هو كمان، بس بدي اعرف بعمل عقم او بأثر على الانجاب، بدي جواب منك. شكرا يا دكتور. لما حضرتك ما بتعرفي شو، انا ما بعرف شو، ارد عليك ببساطة جدا، يعني عندما يكون هناك تشخيصا عندما يكون هناك علاجا. فالكيس اللي جنب الرحم ده لو كيس على المبيض، ده كيس على المبيض، كيس مائي حجمه 2 سم غير مؤثر، كيس مائي حجمه 6-7 سم يجب علاجه ويفضل تدخل جراحي له بمنظار. طب ده كيس دموي، طب ده مش كيس على المبيض ولا كيس على الرحم، ده اسمه كيس جار المبيض. الكيس جار المبيض ده يؤثر على الانبوبه وكفائتها وبيعمل ضيق في الانبوبه اللي هي بتبقى فوقيه، ده عندما يكون حجمه كبير وساعتها يجب التدخل بالمنظار لازالته. فلما حضرتك تقولي لي شو هالكيس انا هقدر ارد عليكي شو هتأثيره على التأخر الحمل. السلام عليكم، جزاكم الله خير الجزاء. حلو السؤال ده بقى، هل الواي فاي يتسبب في العقم الاجهاض كما يتداول على الفيسبوك؟ ارجو ان تقولي لمن يقول هذا على الفيسبوك ان يلتزم الصمت وان يقول خيرا او ليصمت والا يفتي بغير علم، فلا ضرر لا من الواي فاي ولا من اي حاجه من الحاجات دي على الاطلاق. انا اتناول دواء لانزال هرمون الحليب البرولاكتين 2.5 ملي جرام، هل هذا الدواء يؤثر على التبويض؟ نعم يؤثر على التبويض ايجابا، يحسن التبويض. لاني في اليوم العشرين لم ترتفع حرارتي عن 36.6 وان كانت نسبه هرمون البرولاكتين 21.9، ما مدى استمراري للعلاج حتى ينزل الى الحدود الطبيعيه وتستمر عليه لفتره؟ معنا اتصال تليفوني اخر. اسماء اتفضلي. الو. ايوه. يا دكتور لو سمحت يا دكتور، انا حامل وضرب حمل ليا وانا كنت باجهض. أيوة. وماشي على الكليكسان ومن يومين نزل عليا دم ورحت عملت سونار، قال له الجنين كويس وفي كيس بس بعيد عن المشيمه، انفصل عن المشيمه. مع الراحه هيرجع تاني. حصل انفصال في المشيمه. صحيح. لو حصل انفصال في المشيمه. انت حضرتك حامل في قد ايه؟ انا اخر دوره كان يوم 12 واحد. 12 واحد.
طيب عايز اعرف بس انا كده ابقى في الكام، وابقى كده هفضل ماشي على الكليكسان لحد امتى، وماشي على اللي هو مثبت كل يوم، والحقن بتاعت كل اسبوع اللي هي بتاعت بنسلين، اللي عايز اعرف افضل ماشي عليهم بس الحقن بتاعت كل اسبوع بتاعت البنسلين دي لا قيمه لها على الاطلاق. كانوا زمان في سبب للاجهاض اسمه الزهري او ميكروب السيفلس، وده بيسبب اجهاضات بعد الشهر الرابع، ما بيسببش اجهاضات في اول 3 شهور، وده مرض جنسي لا ينتقل الا للستات اللي هي علاقات جنسيه متعدده، وده مش موجود في مصر، وده لا يسبب اجهاضات زي اللي عند حضرتك. وفي دكاتره بتكتب كده يقول لك بكتب روشته الاجهاضات اما نكتب فيها كل حاجه بتاعت اي حاجه، فخدي البنسلين كل اسبوع، ده لا قيمه له على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق. اما بالنسبه لانفصال المشيمه فهذا وارد، وان يحصل انفصال للكيس عن جدار الرحم هذا وارد، ويحصل تجمع دمي وراه، وهذا وارد اكتر في الستات اللي بتاخد مسيلات للدم زي اللي حضرتك كده، ويجب ايقاف هذه المسيلات، ومع التزام الراحه والعلاجات المثبته 50% من الحالات دي بتلتصق كيس الحمل بجدار الرحم مره اخرى، وبيستمر الحمل بدون اي اثار سلبيه. وبرضو عندنا أسماء اللي بتقول أدام الله خير ونفعنا بعلم حضرتك، متزوجة من 5 سنوات، عندي تكيس مبيض حملت 3 مرات بالمنشطات، حصل إجهاض تلقائي، قمت بإجراء كافة التحاليل متعلقة بالإجهاض، وعملنا فحص لبطانة الرحم لا يفيد، وفحص للكروموزومات ما هوش دي المشكلة، لا يوجد أي مشكلة غير فحص الأجزاء الأجسام المضادة للذئبة. في الحمل الثالث أخذت كليكسان وكورتيزون مع الأسبرين، لا علاقة لها بإجهاضات أول أسابيع، وأيضا حصل إجهاض أيوة في شهر سبتمبر الماضي، قام الطبيب بتحضير الحقن المجهري ليس علاجا لحالات الإجهاض المتكرر. بعد أخذ الديكابيبتين لمدة 1.5 شهر والتنشيط مع الدورة بحقن البيوراجون كانت استجابة المواد جيدة للتنشيط، وكان الطبيب يتابع باستمرار بهرمون الإي 2 يوم بعد يوم. قبل تحديد موعد سحب البويضات هبط هرمون الإي 2 من 3500 إلى 300، فأوقف الطبيب العلاج وقال سنتبع بروتوكول آخر بعد دورتين، وانا الان اتحضر للعمليه ثانيه، ولم يعطيني الطبيب غير سيتروتايد واول وثاني يوم الدوره نصف ابره لمده يومين. سؤال لحضرتك، هل هذا البروتوكول افضل للعلاج؟ هل الهبوط المفاجئ لهرمون اي 2 بسبب عضوي؟ لا، بسبب خلل تبويض حضرتك اللي حضرتك غير معالجه منه. هل انا معرضه لده تاني؟ الاجابه نعم. ما هي فرص حملي؟ 50% نسب نجاح الحقن المجهري، وفرص استمرار الحمل اذا حدث حمل فرص استمراره حوالي 50%، وفرص اجهاضاته بنفس النسبه لان السبب غير معالج. شكرا جزيلا على سعه صدر حضرتك، ربنا يعين حضرتك على يعني ما تلاقيه. معنا اتصال تليفوني اخر، اتفضلي يا هبه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتوره، انا عندي 29 سنه، متزوجه بقالي 5 سنين، وعندي طفل بقاله 4 سنين، وبعد كده كنت باخد حبوب منع الحمل وحبوب الرضاعه وبطلتها بقالي حوالي 5 شهور، وبعدين لما رحت اكشف عند الدكتور قال لي عندي تكيسات على المبايض، اداني فتره 6 شهور منشطات، وبعد كده قال لي خلي الزوج يحلل، الزوج حلل التحليل بتاع المنوى مش كويس، كان الحيوانات المنويه 6,900,000 والحركه ضعيفه، وكان في نسبه تشوهات. المهم راح لدكتور فمشي على علاج لمده 3 شهور، بعدين رحت للدكتور تاني عشان يظبط لي يشوف لي حكايه التكيسات دي على الهالي يعني، فقال لي انت هتعملي حقن مجهري، فانا مش عارفه بقى حكايه الحقن المجهري دي ايه. هتعملي حقن مجهري عشان تحليل الزوج مش عشان تحليلك انت ولا عشان مرضك انت. بس الزوج عمل تحليل تاني يعني بعدها بفتره قليله يعني 13 يوم، فكان بيزيد، كان 7,500,000 وبدات نسبه التشوهات يعني تتظبط، فالدكتور مشاه على حقن لمده 3 شهور، وقال له بعد 3 شهور لو حصل حمل ما تجيش، لو ما حصلش تعال خليه يروح له. فانا رحت للدكتور عشان يظبط لي يشوف لي المنشطات ولا كده، فقال لي لا انت مش هينفعك مش على المنشطات، ومشينا على الاستاذ، وقال لي انت ما تجيش الا حقن مجهري برضه عشان تحليل الزوج، ومفيش زوج يلاقي تحليل وحش يروح يكرره بعد 13 يوم، ومفيش فرق بين ان التحليل كان 6 مليون وبقى 7 مليون، حضرتك شايفه ان دي زياده، انا مش شايف ان فيها اي فرق على الاطلاق، تمام؟ انا عملت منظار بطن تثقيب للمبيض انتهت 6 شهور ولم يحدث حمل، ما هو الحل؟ ممكن نغير خطه تنشيط التبويض، اذا كنت حضرتك ملتزمه بالعلاجات جيدا ويعاد تقييم الهرمونات ممكن نعيد
خطة تنشيط بأدوية تانية، لأن بعض السيدات استجابتها على أدوية وفرص حملها على أدوية بتبقى مختلفة عن أدوية أخرى، فممكن نختار أدوية قد تكون فيها فرص كويسة لحدوث حملة. حضرتك معانا اتصال تليفوني آخر. ألو. أيوة يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا أختي بقالها سنتين متجوزة. أيوة. وبعدين كانت راحت لكذا دكتور يعني، وقال لها إن هي عندها كسر على المبايض. أكياس. راحت للدكتور آخر مرة قال لها إن هو عندها كيسين، واحد 5 سنتي وواحد 2 سنتي أو 3 سنتي. نوعهم إيه؟ نعم. نوع الأكياس إيه؟ لا مش عارفة. قال لها أكياس دهنية. مفيش حاجة في الطب اسمها أكياس دهنية يا فندم، حضرتك بتجاوبيني ومتعجبة تماما من سؤالك. قال لها أكياس دهنية، مفيش حاجة اسمها أكياس دهنية. ما أنا معرفش هما أكياس إيه. قال لها كيس 5 سنتي وكيس 2 سنتي. طيب بص يا فندم، الأكياس أنواع. وكل واحد فيهم له تدخل، فحضرتك اعرفي لنا نوع الكيس إيه عشان نقدر نجاوب حضرتك ده محتاج إيه، مع العلم إن مفيش رد اسمها أكياس دهنية. كويس، فالاكياس اللي على المبيض يا اما كيس مائي يا اما كيس دموي يا اما كيس فيه انسجه، مفيش حاجه بره الثلاثه دول، مفيش حاجه اسمها كيس دهني. تمام، فنوع الكيس هو اللي هيحدد ان احنا هناخد علاج ايه. عندي استفسار حول الحمل، حيث اكتشفت جديد اني حامل في الاسبوع الخامس، هرمون الحمل نسبته 526، عندي الم في الجهه اليسرى من الاسفل، هل ممكن يكون حمل خارج الرحم؟ هل نسبه الهرمون جيده لعمر الحمل؟ طبعا للاسف احنا بنجاوب على دي متاخر لما بنجمع الاسئله. طبعا ده ممكن يكون حمل خارج الرحم وقد لا يكون، ونسبه الهرمون دي ما هياش مثاليه، وطبعا ما فيش واحده عندها شك في حمل خارج الرحم تبعت لحد رساله وتنتظر اجابه يومين. حمل خارج الرحم شيء طارئ يجب التاكد منه او نفيه باسرع وقت ممكن. معانا اتصال تليفوني. الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه دكتور عادل، انا كلمت حضرتك من فتره، كان عندي اثار التهاب في الانابيب، شفناها في المنظار البطني، وبعدين حضرتك قلت لي بعد 6 شهور من عمل المنظار الجا للحقن المجهري. اذا لم يحدث حمل. ايوه. ايوه انا عملت فعلا حقن مجهري، خرجت 15 بويضه. كويس قوي. قعد اليوم الخامس 7 بس. كويس جدا. حقنت 3 ما حصلش نصيب، فانا مش عارفه ايه السبب، والدكتور قال لي ان انا هاخد عينه من الرحم يعني يحللها، وبعد كده نشوف يعني هنعمل محاوله تانيه. اولا عينه الرحم دي مش فمش عارفه يعني ايه السبب كده، هو قال لي ان انا يعني محتاجه اخس شويه، انا يعني قال ان التكيف عندي بسيط بس انا محتاجه اخس وكده. انا بحاول الكلام دلوقتي اعمل الرجيم واخس، زي ما هو قال لي. حضرتك عندك تكيف مبايض اكيد، بدليل انك طلعتي عدد بويضات فوق 12، ده اكيد. كويس، لكن مش درجة شديدة قوي، لان في ناس بيبقى عندها تكيس درجته شديدة جدا وعالية جدا، فيطلعوا 30 و20 و25 بويضة، وتبقى الست فرحانة قوي طلعت 30 بويضة، وهم لا يعلموا ان دول بيبقوا نوعيتهم سيئة ونسب التخصيب بتاعتهم قليلة، عكس ما هم بيقولوا لهم ده البويضة دي كفائتها عالية قوي ومن الدرجة الاولى، والاجنة دي من الدرجة الاولى. يقولوا ما يقولون دكاترة الحقن المجهري، هذا يقولوه على فرص التخصيب، ولكن انقسامات هذه البويضات بعد تخصيبها بيبقى انقسامات معيبة، ها، ولا يمكنهم اكتشافها ولا الدلالة عليها بأي طريقة من الطرق اللي بيقولوها. فحضرتك محتاجة تفقدي وزن؟ محتاجة تظبطي الهرمونات دي؟ أيوة. لكن إن ده سبب رئيسي لفشل الحقن المجهري، حضرتك بتسأليني كده هو الحقن المجهري فشل ليه؟ أنا ما بحبش أسمع السؤال ده لسبب بسيط، أن الحقن المجهري يفشل بلا سبب. إحنا بنعمل كونتراتو، عقد بيننا وبين السيده اللي رايحه تعمل حقن مجهري، بنقول لها حضرتك فرص حدوث الحمل عند حضرتك من 40 ل 50%. كويس، كل الستات بتسمع الرقم ده وتيجي تقوم سالانه لما يحصل فشل، هو انا ما حصلش حمل ليه؟ طب نرجع كده، نراجع الجمله تاني، فرص حدوث الحمل من 40 ل 50%، طيب فرص عدم حدوثه من 50 ل 60%، وهي الاكثر. كويس، يعني احنا مدخلين حضرتك الى مغامره، بنقول لحضرتك ان نسب الفشل فيها اعلى من نسب النجاح، ده بداية قبل ما نعمل اي حاجة، وبالتالي الحقن المجهري هيفشل في قرب 60% من الستات اللي هيخشوا المركز يعملوا، من كل 100 هيعملوا في 60 مش هيحملوا، بلا اسباب، بلا تفسيرات، بلا تقصيرات، عشان كل الستات عايزين يطلعوا مشكلات في المراكز وفي افعال الاطباء. ليس بالضرورة أن يكون هناك سبب لفشل الحقن المجهري، حقن المجهري
قد يفشل بدون إبداء وبدون وجود أسباب. واضح الجمل دي؟ وبالتالي لا يجب إن أنا أروح لمباشرة زي ما قلنا للناس اللي بيعملوا حقن مجهري بدون ما تكون كل حاجة مظبوطة قبلها. دكاترة الحقن المجهري ما عندهمش بال ولا طولة بال إلى ضبط خلل معظم الستات. الست بتروح النهاردة الشهر الجاي بتعمل على طول إلا ما رحم ربي. لازم أي مشكلة تتظبط، يفضل أنها تتظبط قبل ما نروح إلى المركز. لكن نرجع كده لأساس المشكلة اللي حضرتك بتقوليها، أنا ما بحملش بسنين، فحضرتك عملت لي منظار، ففي المنظار لقينا علامات التهابات سابقة للأنابيب، وهذا بيدل أن كفاءة الأنابيب قليلة، وهذا لا يمكن اكتشافه بالقلة بالمنظار. عشان كده الستات اللي بتتأخر في الحمل لسنوات طويلة وبدون سبب واضح، اللي عندهم تأخر حمل مجهول السبب، بيعملوا منظار اسمه منظار بطن تشخيصي لبيان السبب، فيعرف يحطنا على الطريق. فلما بيقول لنا أن في التهابات في الأنابيب، فبيقول لنا أن فرص حدوث الحمل بالأنابيب دي قليلة. بعض الستات بعد إجراء المنظار وحقن الصبغة المتكرر والنفخ البطن وإزالة أي التصاقات بسيطة، يقوم ده بيزود فرص حدوث الحمل عند بعض الستات خلال 6 شهور لسنة من عمل المنظار. فإذا لم يحدث حمل ساعتها يجب الالتجاء إلى الحقن المجهري. في كمان رسالة شكر من ندى فتحي، ربنا يبارك لحضرتك في صحتك وأولادك ويرزقك على قد ما تعطيني من وقتك وعلمك. أنا متشكر لحضرتك جدا الحقيقة، يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأنا متشكر لحضرتك ولذوقك ولأخلاقك. وبشكر كمان كل من يذكرني بخيرا الحقيقة، وبشكر من لا يقول سوى ده، لأنه الحقيقة يعني بيضيف لحسناتي وبياخد من حسناته، أنا متشكر له جدا يعني. فكل الشكر ليك يا ندى ولذوقك وأخلاقك. عايزين بس قبل ما نختم نحط بعض القواعد. قلنا جملة واضحة وصريحة، حالات الإجهاض المتكرر يجب علاجها قبل حدوث الحمل وليس أثناؤه، والعلاجات أثناءها غير مجدية وغير مفيدة ما لم يتم ضبط المشكلة وتشخيصها وعلاجها من قبل الحمل. واضح؟ نمرة 2، مفيش حاجة اسمها سونار مهبلي يتحط ويتقال للست انت عندك التهابات وعندك التهابات في الرحم، مفيش كده ومفيش تشخيص كده. نمرة 3، مفيش تكيس المبايض زي الرسالة اللي وصلتني قبل ما ادخل البرنامج. تكيس المبايض مرض مزمن، فهو قريب وشبيه وله علاقة وثيقة بمرض السكر. فكما أن مرض السكر مرض مزمن ولن يشفى منه مريضه، ولكن فقط ينضبط عند التزامه بنظام غذائي وبفقد وزنه وبأخذ علاج، فتكيس المبايض مرض مزمن لا شفاء نهائي منه مطلقا، وسيتم ضبطه مع ضبط وزن وعلاج والتزام بنظام غذائي. هذا أكيد وهذا لا نقاش فيه. كل السيدات وكل الأنسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا، أرجو نكون بالبشرة جينا، وزي ما بنستفيد ونسعد بلقاء حضراتكم تكونوا بتستفيدوا وتسعدوا بينا، وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير، حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي دايما 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 يا رب يفضل اللي بينا واللي مضلل علينا واللي بتستناه مصر يا رب دايما. بشرة خير. بشرة خير والله وهلت والله وهلت والله.